يقول يا صفوة القاف يا أهل الأدب والقصيد، القصيد يا مطوعينه على العيدان والشنة، حرذون مركابكم يا مجربين البعيد، يعني بلا سرج نركبها ولا عنا، ولا عنا من قبل دور الفرزدق والجرير ولبيد، ومجنون ليلة وليلة مو من جنة، بالله بس اسمعوني واللي يبي يستفيد، لقيت من لا عطى يعطي بلا منه، بلا منه اللي أزهمته بحاجة ما يقول إيش تريد، يعطيك حاجتك لونك في غنى عنه، من هان عذب فرات وهان طلح النضيد، في كفها الخير ألا بكفها الجنة، الناس عنده عبيد وهو رب العبيد، يا تارك الفرض لا تتعب على السنة، أنا رجيتك إلهي وأنت فرد وحيد، ما غيرك أنت عيون الناس يرجنة، أطالع الليل لا نام من عيون البليد، أسهر الليل لا نام من عيون البليد، عذبات الأفكار للميراد مستنة، أطلقت سبق خيال ما بديهن حديد، يا تقل طواي خام القاع يطولنا، متحاذيات المناكب راس غارب وجيد، لما الجليب الرهاوى الصبح وردنا، تدافع عن ورد وانشر بنقراح الوريد، بنات فكر الشقاوي ما بهن كنة، خضبتهم بالغناوي والهلا والنشيد، زعفرتهم طيب فكر وهيله وبنة، ما أقول أنا المنفرد ولا أقول الفريد، علطان الأرماح ماني غافل عنه، شامخ بوجه الليالي والزمان العنيد، صلفات الأيام راسي ما يوطنه، أما حياة المكارم أو ممات الشهيد، ممنون لرماحهم والروح ممتنة، سجيت رجلي عليهم يوم ربك حميد، يا معطي الناس يا مغني بلا منة، سلامتكم يا الله. أحسن الله إنسان الله. بالمناسبة أعزائي المشاهدين، يمكننا بالحلقات السابقة أو في فضائية صلاح الدين تحديدا كان معنا الأخ الشاعر أبو الديب، واشتهر في قصيدة محمد لأنها رائعة من الروائع اللي لا زالت في الذاكرة. تسلم والله، صح الله إنسانك، الله يصح بدنك، جزاك خير.